الى اخبارنا المتبقيه في احداث اليوم حيث خرج الاف العراقيين الى ساحه التحرير ومحيط المنطقه الخضراء في العاصمه بغداد لاستئناف احتجاجاتهم علي عدم قيام السلطات باصلاحات ومحاسبه المتورطين في قمع التظاهرات التي تعرضت لها احتجاجاتهم منذ العام الماضي تجدد الاحتجاج في يوم ذكرى مرور عام على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة رغم انتشار وباء كورونا وكانت التنسيقيات الاحتجاجية في العراق دعت المتظاهرين للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى لانتفاضة الخامس والعشرين من أكتوبر فيما دعا نشطون إلى التظاهر أمام بوابات المنطقة الخضراء والمطالبة بتغيير الطبقة السياسية قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في أول تعليق له على التظاهرات التي عمت بغداد أمس وتسع محافظات جنوب البلاد قال إن هذه المظاهرات قدمت درسا للجميع وكانت استذكارا سلميا لأحداث أكتوبر وأكد الكاظمي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر اليوم أن أغلب المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنياتهم بينما ظهر بعض المتجاوزين الذين تعرضوا للقوى الأمنية كما أضاف أن القوات الأمنية أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدمت التضحيات، نتابع تفاصيل أخرى من خلال هذا التقرير. أزمة اقتصادية يشهدها العراق على وقع الأوضاع الأمنية إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية وجهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا والتي عطلت قطاعات عدة. ازمه اثرت على قطاعات عده من العراقيين كما تسببت في تاخير رواتب العاملين بالجهاز الاداري بالدوله باعتباري موظف باحد الوزارات العراقيه عانينا الشهر الماضي من تاخير الرواتب يعني تضررنا من مصاريف وايجارات ورعايه حوائنا الماديه يعني مو بس انا كموظف اغلب الموظفين عندهم التزامات ماديه فصار اضطراب بالعوائل العراقية انتظارها للراتب وصار عندنا تخوف من الأشهر القادمة أن الدولة ما تقدر تسدد لنا الرواتب أزمة السيولة غير المسبوقة التي تحاصر العراق جعلت الدولة تكافح لدفع رواتب القطاع العام كما أثرت بدورها على المتاجر والمواطن العادي أخير الرواتب أثر على السوق مباشرة وإحنا اعتمادنا على الموظفين وهذا البابقة الوضع هيك يتاخر علينا الوضع ما ينهار اقتصادنا ينهار احنا اصحاب محلات يعني اعتمادنا على الموظفين مباشره وخاصه على الرواتب يوم التاخير الرواتب بياثر على وضعنا واقتصادنا يعني وضعنا قام نهار يوم عن يوم نزول ونرجو ان شاء الله ما تتكرر هذه الحاله ان الحكومه تشوف لها حل وتصرف لهذا الموضوع ظروف الأزمة المالية دفعت حكومة القاذمي إلى مراجعة السياسة المالية من أجل تجاوز الضائقة المالية بمشروع الورقة البيضاء التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان والتي تتضمن مجموعة من الحلول المقترحة إلا أن إشكالية الاقتصاد العراقي الأبرز وفقا للمحللين تبقى هيمنة القطاع الحكومي على جميع المفاصل في البلاد مع ضعف أداء القطاع الخاص للحديث عن الاوضاع العراقيه بعد مرور عام على الانتفاضه الشعبيه واندلاع مظاهرات جديده تريد تغيير الطبقه السياسيه الحاكمه تنضم الينا عبر الصوت وصوره السيده لينا مظلوم الكاتبه الصحفيه العراقيه اهلا بك يا استاذه لينا مساء الخير تحياتي لحضرتك وللمشاهدين اهلا بك وابدأ حديثي معك بهذا السؤال ما هو المتغير بالنسبه للمشهد العراقي بعد مرور عام على الانتفاضه الشعبيه؟ اذا جاز لنا بسرعه استعراض رسائل المشهد الامس. اولا هناك مشهد الى هناك رساله الى الداخل حيث اصبح تعبير لجان تحقيق تعبير يثير التندر والسخريه بالشارع العراقي فلم تقدم اي جهه بشكل معلن وشفاف رسميا مسؤوله عن اغتيال متظاهرين سلميين عن اطلاق صواريخ تهدد مصالح دبلوماسيه اجنبيه وقوات حفظ سلام او قوات تحالف دولي فبالتالي يعني هذه اول رساله للمشهد انه نحن نريد ان نرى من كان يصطاد شباب وفتيات العراق وما زال حتى اليوم إما بتصفية جسده أو الاغتيال كانت هذه أول رسالة من الشارع اللهم حتى نكون يعني محقين إلا تصريحات صدرت منذ أيام تربط هذه الحوادث وإطلاق الصواريخ بميليشيات موالية للإيران أبرزها عصاب أهل الحق حزب الله كتائب الإمام علي الخرساني والنجباء نعم ثاني رسالة هي إلى أطراف إقليمية بين طرف تركي ينتهك سيادة أراضي العراق يوميا بدون خجل أو أي مراعاة للقوانين الدولية وطرف إيراني يريد يحرص على بقاء العراق في مستنقع فوضى أمنية تضمن له الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية فهذه رسائل أخرى بالتأكيد إذا أردنا أن نقول ماذا حقق هذا العام من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021 هناك مكاسب أولا اختيار تغيير نظام وما هو سلسلة من في حلقات فشل ذريع توالت على الحياة السياسية العراقية منذ 2003 الكاظمي الرجل يبدو يعني أو فعلا يريد أن يقدم الكثير من التغيير لكن هناك تجذر نعم وهذا لل... ما نرى ايضا يعني, يعني نرى تغيير كبير في السياسه العراقيه منذ يعني وصول مصطفى الكاظمي الى رئاسه الوزراء يعني هو يحاول ان يحسن في الاقتصاد هو يحاول ان يحسن من المنظومه الامنيه هو يبني مره اخرى علاقات العراق مع جيرانه مع الدول العربيه ايضا مع العالم فلماذا لا يعطى الفرصه يعني لأن هناك إيران دعنا دعنا نستعرض ما لا شيء يؤخذ من اليوم كما تعلم أكيد هناك طرف تعمد المراوغة بمعنى أن أقبل على مضض تولي الكاظمي رئاسة الوزراء لكن أعمل كل يوم على عرقلة مهمة هذا الرجل حضرتك ذكرت كلمة مهمة تريد دعم العراق اقتصاديا فعلا ولكن كل يوم الكاظم يوضع في موقف حرج يمنع تقديم المساعدات العربية والدولية هناك هناك مطالب يعني نحن في سباق من الزمن الرجل في سباق مع الزمن اذا ستتحقق الانتخابات المتظاهرين ضغطهم حقق هناك تغيير قانون الانتخابات بما يعزز وصول الشخصيات مستقلة إلى البرلمان ويحد من نخب السياسية الفاسدة المرفوضة من الشارع وهذا يرجعنا إلى مغزى الاغتيالات الاغتيالات ليس ذات بعد جنائي بل ذات كانت ذات بعد سياسي تصفية كل المشاريع السياسية من بين الناشطين والشباب المؤهلين لأن يكونوا نواة حزب أو تكتل مستقل يخوض هذه الانتخابات هذا كان البعد السياسي للتصفيات التي استمرت على مدار العام الماضي هم هم هل 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 تلمسينا تغيرا خيبة. استاذه لينا هل تلمسينا تغيرا في تعامل الحكومه العراقيه في تعامل القوى الامنيه هذه المره مع التظاهرات التي تجددت؟ بالتاكيد بالتاكيد منذ عام هناك عناصر نحن نعلم جميعا انما حينما تكون الفوضى فمن الصعب السيطره 100% هناك من السهوله جدا خصوصا لميليشيات مدربه اندساس عناصر فيها وهذا ما صدر اليوم ان ال إن الف قنبله مولوتوف يعني نعم القيت هذه لم تلقى من, من متظاهرين نعم سلميين وهذا ما اكيد يمكن هي عناصر من الحشد الشعبي نعم نعم، أكد القادمي أنه أغلب أكيد. المتظاهرين السلميين أثبتوا إلتزامهم ووطنيتهم بينما ظهر بعض المتجاوزين الذين تعرضوا للقوى الأمنية، يعني الميليشيات التي تتحدثين عنها. صحيح، من السهل يعني ليس مستحيلاً الإندساس بين هؤلاء المتظاهرين السلميين وتخريب المشهد العام واحداثه وهو هذا المطلوب يعني نحن امام هذا المشهد بواقعه وللاسف ايضا من الرسائل خيبه امل بالمجتمع الدولي ومنظماته سواء كانت الامم المتحده الاتحاد الاوروبي التحالف الدولي تقودها أمريكا في العراق يعني الحرب فكل هذه هناك خيبة أمل بعد مناشدات أن لا يمكن أن يكون هناك المناخ المناسب لهذا الاستحقاق المفروض يونيو القادم بدون أن تطلع هذه المؤسسات بمسؤولياتها وتحمي أيضا لا ننسى أننا أمام حالة ارتباك أمني العراق يعاني منها بعده لم يسترد مؤسساته الأمنية الشرعية وانا اقصد الجيش والشرطه وهي مم. البديل الذي ينحاز اليه المتظاهرين في 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 كل ساحات مدن العراق هم مم. يريدون جيشهم هم يريدون مؤسستهم الشرعيه مم. لا يريدون سيطره وفرض ميليشيات مسلحه تفوق تسليحة كل كل الموجود السلاح المنفلت وهذا سينعكس ايضا على الانتخابات لان هناك حاله تهديد انتخابي دائما تمارس فكلها هاي الاشياء مرتبطه كل هذه الرسائل رساله اخرى اننا قادرون على العوده اذا لم يعني تاخذونا بجديه كمطالب مشروعه نحن قادرون على الاحتشاد والعوده وهذا فعلا ظهر الامس في الصوره طبعا المستقبل ما زالت هناك مسؤولين يؤكدون حدوث هذه الانتخابات في يونيو القادم ومسؤولون يرجحون ان المناخ لن يكون يعني لن تكون العوائق قد ازيلت او آه. لن أو يكون مواتيا لاقامه الانتخابات في هذا التوقيت لهذا. نعم وبالتالي من الممكن ان تتاجل اذا ظل الوضع على ما هو عليه وظلت المظاهرات على ما هي عليه. صحيح 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 صحيح. هل تعتقدين ان المظاهرات ستظل كما هي ام تزداد ام تقل حدتها دعني اذكرك استاذ شادي ان المظاهرات لم تبدا منذ عام صحيح. بدأت منذ اعوام لكنها كانت تفتر وحصل مرتين اقتحام للمنطقه الخضراء واضطر نواب البرلمان في مشهد مخزي الى الهرب عبر نهر دجله لان انا كنت على انا كنت منذ عام في زياره وكنت تواصل مع الشباب في لجانهم التنسيقيه فاذا وكانت تفتر بعدما لكن منذ عام بلغت نقدر نقول ذروه او القمه نعم يعني كل العراق بمدنه كان محتشدا وكان الرسائل واضحة ضد الفساد إلغاء البرلمان بكل الكتل التي النخب السياسية الفاسدة التي تمكنت عبر مختلف وسائل التزوير يعني ما أدري إذا الوقت يمن ممارسة حالات تهديد آه لكي آه. تصل الى الى اغلبيات داخل البرلمان نعم. لكي تكتسب نعم. اصوات تسيطر على الاغلبيه البطاقات الانتخابيه كل هذه الاشياء مهم. فالمهم هذه المره لن تفتر هم جاهزون للتجمع في نفس المشهد الذي رايناه ما لم تحقق مطالب نعم. وتتم بنيه سياسيه حقيقيه نعم. وليست كرتونيه إذا او إذا هيكليه إذا كما ننتظر ونرى للاسف الوقت انتهى ولكن الصوره وصلت بشكرك استاذه لينا مظلوم الكاتبه الصحفيه العراقيه شكرا لك